حضرتك في حديثك ذكرت انه قالوا لك تلامذتك، قلت لا كلهم زمايل. مين معترف باستاذيه الاستاذ عادل حميد؟ معرفش، يمكن مفيش حد. طب دي مش علامه استفهام يا استاذ عادل؟ لما مشي احسان عبد القدوس من روزا اليوسف، كل اللي عينهم احسان وكل اللي تربيهم احسان هاجموه. طب دي امراض مهنه. كل لما مشي هيكل حصل نفس الشيء في الاهرام. ولما مشي مصطفى امين حصل نفس الشيء في اخبار اليوم. احيانا اكثر الناس عداء للصحافه هم الصحفيين احيانا. لانه فيها فكره الشهره وفيها فكره التاثير وفيها حاجات كتيره جدا يعني. والناس بتاخد الظاهر وما يعرفش حجم الظاهر ده، المجهود اللي بذل فيه قد ايه. يعني واخد بالك؟ يعني بيشوفوا حاجه طالعه ما حدش قادر يدرك حجم المجهود وحجم المعاناه وحجم البحث والريسيرش والتحمل واشياء كثيره جدا، لكن هم بيبصوا باستمرار على الثمره وما بيبصوش على المعاناه التي تمت حتى الحصول على الثمره. افتكر انه تعرضنا مثلا في الفتره اللي اطيح بنا فيها فوز اليوسف من ابريل 98. ليه بتسميها اطاحه يا استاذ؟ ليه بتسميها اطاحه؟ ليه ما بتسميهاش مرحله انتهت؟ لانه المساله تمت على غير ارادتك. لان السياق السياسي للتجربه وقتها اختلف. الشاهد لا، انه في مجموعه احداث كتيره جدا وشخصيات جوه وبره ضغطت على الدوله في مصر، ضغطت على مبارك شخصيا يعني. يعني كان هناك كلام على السفير الامريكي، كان له صدى في الجرايد الامريكيه في ذلك الوقت وحصل ضغط شديد على مبارك. موقف هيكل، يعني في مواقف كثيره جدا تجمعت في ذلك الوقت، وربما ده يكون احد عيوب التجربه انك انت ما يعني ما بتكتفيش بخصم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لكن فجاه بيتكتل الخصوم، وبيكون في الحاله زي دي من الافضل انك انت لا تستطيع مقابل ارضاء شخص واحد او تجربه واحده انك انت تخاصم كل هؤلاء الناس، وده طبيعي في 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 قضايا الاداره السياسيه العليا في البلاد. وكانت النتيجه انه ودوك الاهرام. اقول لك ليه كانت اطاحه. طبعا ابراهيم نافع كلمني وقال لي بص الموضوع دي سحابه سوداء هتيجي، فالمستحسن انك تيجي الاهرام. اما رحت قابلت الناس في روز اليوسف لقيت موقف غريب جدا يعني. قال والله احنا هننفذ تعليمات الدوله. طبيعي طبيعي، قلت خلاص يعني اذا. فانا فضلت ان اروح الاهرام. كتبت روز اليوسف جمله لطيفه جدا، عادل حموده ينقل نشاطه من روز اليوسف الاهرام، ده بعد التجربه اللي قلبت العالم كله يعني. اتكلمت عليها نيويورك تايمز، اتكلمت عليها الدنيا كلها. فالحقيقه اعتبرت انه اسف التعبير الدارج يعني، ان انا كنت واقف قدام بعربيه كبده قدام روز اليوسف ونقلتها على قدام الاهرام. ولكن للانصاف دخل اسامه الباز بطلب من مبارك، وحتى يثبتوا ان انت ليس يعني مغضوبا عليك، وقرر الدكتور أسامة الباز أن يكون هناك احتفال كبير بخروجك من روز اليوسف. هذا الاحتفال شاهدوه عدد كبير جدا من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية، وكان في أحد المطاعم المطلة على النيل، واتكلم أسامة الباز واتحدث عن تجربة روز اليوسف وعن تجربة، وكان في نوع من التقدير وانت خارج من الموضوع. هذا التقدير جاء من مبارك، وجاء التقدير من أسامة الباز، وجاء من الدولة المصرية، ولم يأتي من الذين صنعت ما لهم التجربة في روز اليوسف. حضرتك تقصد منس يعني ان اللي صنعتهم التجربة هم اول من انتقصوا منها؟ لغاية ما بص، في حاجة مهمة جدا باستمرار النظرية في علم النفس بتتكلم على الأب والابن يعني. انت عارف محلات الحاج محمد ابراهيم وولده، واخد بالك؟ طالما ان الحاج محمد ابراهيم ده موجود وبيشتغل، ولده ده يعني مش موجود.
عشان انت في الملعب يعني يا استاذ عادل. انا اللي عايز اسال سؤال، يعني ايه نظريه ان اكون بره الملعب؟ وايه منطق يعني ايه ما معنى ان انا اقعد في كرسي الاستاذيه؟ فين كرسي الاستاذيه ده؟ يعني مش فاهمها، مش فاهم نظريه الايه الخروج من الملعب. هو في حد بيخرج من الملعب؟ وهيكل خارج ملعب؟ انت بتغير الفريق، بتغير طريقه اللعب. هيكل بطل يكتب مقالات لكن اشتغل في التلفزيون. بيعمل كتب. بالك بيعمل ندوات. بيكتب حتى المقالات في شكل رسائل لبعض الناس. اذا المساله يعني انا مش فاهمها، حكايه انك انت تقعد على كرسي الاستاذيه دي. واللي عايزين قاعدين على كرسي الاستاذيه ابعته لي، وانا مستعد اقعد عليها. لا، مفيش حاجه اسمها كرسي استاذيه. الصحفي بيظل صحفي حتى اخر يوم في حياته. بيدور وبيبحث ويشوف وبيكتب وبيبقى عنده مشروعاته الخاصه ومشروعاته العامه الى اخره. فمساله ان الاستاذيه دي، انا لست لا استاذ في الصحافه ولا حاجه، انا صحفي وريبورتر ووظيفتي ان انا احاول بقدر الامكان ان اختار موضوعات تلائم ثقافتي وتلائم ابحاث تفكيري وايضا تتوافق مع المجتمع وتكون طبيعيه وغير خارجه عن السياق العام.